معي من اسطنبول جورج صبرا، عضو الهيئة العليا للمفاوضات. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد جورج. إذا الذي حدث بأن روسيا تطلب هذا الاجتماع الدبلوماسي، وأمريكا أعلنت بأن الوقت حان لإجراء محادثات حازمة مع روسيا بشأن دعمها للأسد، أنتم كيف تنظرون لهذا الموضوع؟ هذه الدعوة الروسية استجلبها الحضور الأمريكي الجديد في قضايا المنطقة وفي الشأن السوري على وجه الخصوص. كذلك أيضا هي العزلة التي وجدت فيها روسيا نفسها بعد مجزرة خان شيخون التي استخدم فيها النظام السلاحي الكيماوي مدعوما ومحاولة روسيا لتغطيته أيضا، هي محاولة لفك العزلة الذي وجد الروس أنفسهم فيها هنا على المستوى السياسي في العالم. وأذكر بأن وزير الخارجية البريطاني اعتذر عن تلبية الدعوة لزيارة موسكو. كذلك العزلة التي وجد الروس أنفسهم فيها في مجلس الأمن عندما استخدموا الفيتو للمرة الثامنة، وهذه المرة بشأن استخدام النظام للسلاح الكيماوي. الموضوع الواضح في القضية أن الإدارة الأمريكية الجديدة قالت أنها تدعم عملية سياسية جادة ومثمرة، مما يعني أن المفاوضات التي جرت خلال الجولتين السابقتين في ظل الهيمنة الروسية الأحادية على المنطقة وعلى الملف السياسي حقيقة لم تكن جادة ولا مثمرة، لأنها شجعت النظام على أن يمارس إضاعة الوقت ولم يكن جادا ولم يكن شريكا حقيقيا في المفاوضات. نعم. اليوم تغير الوضع، أليس كذلك سيد جورج؟ يعني ما قبل خان شيخون وما قبل الرد الأمريكي ليس كما بعده. نعم بالتأكيد نفترض ذلك، لذلك هي محاولة روسية لجز نبض المجتمع الدولي الذي أجمع، وأذكر بعد ضربة الكيماوي باجتماع إيطاليا حيث قامت الدول السبع بدعم جهود الولايات المتحدة الأمريكية، هي محاولة جز نبض المجتمع الدولي في علاقته مع الروس. التوازن الذي أحدثه الحضور الأمريكي حقيقة يدخل عنصر جديد ويهيئ الظروف بالفعل من أجل أن يكون هناك حل سياسي جاد ومثمر هذه المرة. تمت دعوتكم، ستذهبون؟ هذا الاجتماع هو اجتماع بين الإدارة الأمريكية وروسيا وكذلك الجهاز الأممي المسؤول عن المفاوضات. نعم صحيح، روسيا دعت الولايات المتحدة والأمم المتحدة. طيب عندما يتم هكذا إعلان أو هكذا رغبة باجتماع، ألا يتم التنسيق معكم بأي طريقة من الطرق؟ بالتأكيد هناك خطوط مفتوحة مع حلفائنا ومع أصدقائنا في الولايات المتحدة وكذلك أيضا مع الفريق الأممي، لكن حتى الآن لم تتم بلورة هذا الاجتماع لا من حيث الموعد ولا من حيث جدول الأعمال بعد. طيب إلى أي درجة هذا الاجتماع سيكون مغايرا لأي اجتماعات سابقة سيد جورج، رغم الوضع الحذر القلق خاصة وهذا التوتر الكبير بين الولايات المتحدة وروسيا؟ يعني روسيا يعني ذكرت بصريح العبارة بأنه لن الهجمات الصاروخية من قبل الولايات المتحدة سيكون لها عواقب وخيمة، طبعا لا تتحدث عن عبث بهذا الموضوع روسيا، والولايات المتحدة في المقابل أيضا نفذ صبرها فيما يتعلق بالعديد من الأمور، دعم قوات الأسد هذا ما عبرت عنه، وأيضا أعمال تخريبية، يعني هذه تعني الولايات المتحدة أعمال تخريبية عديدة بأوروبا. ليس لأحد أن يتوقع استمرار الأمور كما هي عليه وكما جرت في العام الماضي 2016، نعم. لا في الإطار الميداني ولا في إطار الملف السياسي، لأن الغيبة الأمريكية الطويلة أيضا دفعت إلى أدوار مهمة وهي دور أوروبا
دور الدول الإقليمية الفاعلة، وأعني بها تركيا والمملكة العربية السعودية، وكذلك دور حقيقي وفاعل للأمم المتحدة. بعد ضربة خان شيخون هناك تحول حقيقي على الأرض، هناك إعلان أمريكي بأن الإدارة الأمريكية معنية بحرب فعلية ضد داعش والقاعدة، وكذلك بوقف هذا التمدد الإيراني في مختلف أنحاء المنطقة وخاصة في بلدنا سوريا. كذلك أيضا أنهى الاستفراد الروسي في الميدان على الأرض وكذلك في الملف السياسي، خاصة أن الروس حاولوا فتح مسار الأستانة ليكون بديلا عن مسار جنيف، وهذا المسار تلقى ضربة كبيرة عندما رفضت الفصائل تلبية الدعوة إلى الاجتماع الثالث الذي حصل الشهر الماضي، وحتى الرابع يعني يعني لم يحدد بعد، بس مفروض الشهر المقبل الجولة الرابعة من أستانا، التي طبعا كان في تحفظات من قبل فصائل معارضة عليها على بعض الوثائق. بالتأكيد، لأن مسار الأستانا لم ينتج شيئا. قدم إيران وروسيا كبلدين ضامنين، بينما هما بالفعل شريكان في كل الجرائم، ولم يستطع الروس أن يلعبوا دور الضامن، لذلك مسار الأستانا الآن في مهب الريح. لذلك يحاول الروس إحياء المفاوضات في جنيف، لكن بالتأكيد هذه المرة ستكون على أرضية جديدة. أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا من اسطنبول، سيد جورج صبرا، عضو الهيئة العليا للمفاوضات.